اهلا بكم في قناة منزلي، اتمنى تكونوا بألف خير. في فيديو النهاردة هشارككم مجموعة من الادوات الصينية المميزة الحديثة اللي بتهم كل ست بيت. الادوات المنزلية الصينية بقت جزء اساسي من حياة الناس في كل العالم. مع مرور الوقت الصين قدرت ان هي تثبت نفسها كلاعب رئيسي في سوق المنتجات المنزلية، وده بفضل قدرتها الهائلة على التصنيع والابتكار. مش مجرد ان هي بتنتج كميات كبيرة من الحاجات، لكن كمان بتركز على تقديم منتجات بجودة كويسة وسعر مناسب. النهاردة لما تدخل اي بيت صعب ما تلاقيش حاجة مصنوعة في الصين، سواء كانت حاجة بسيطة زي المعالق او الشوك، او حاجات معقدة زي الاجهزة الكهربائية الكبيرة. السر وراء الانتشار ده بيرجع لعدة عوامل. اول حاجة هي السعر. المنتجات الصينية بتتميز ان هي بتقدم قيمة عالية مقابل السعر. الشركات الصينية قدرت ان هي توصل لنقطة توازن ما بين الجودة وما بين التكلفة، وده خلى المنتجات بتاعتها بتنافس بقوة في السوق العالمي. الناس بقت تقدر تشتري حاجات كتير بأسعار معقولة، وده بيساعد في تحسين جودة الحياة من غير ما يدفعوا مبالغ كبيرة. تاني حاجة وهو التنوع. الصين بقت مشهورة بأن هي بتنتج كل حاجة ممكن تتخيلها، من الأواني المنزلية لأدوات المطبخ للأجهزة الكهربائية الصغيرة والكبيرة. التنوع ده بيخلي الناس دايما بيلاقوا اللي هما محتاجينه مهما كانت احتياجاتهم أو تفضيلاتهم. تالت حاجة وهي التصميم والابتكار. المنتجات الصينية بقت بتركز بشكل كبير قوي على التصميم العصري والابتكار. تلاقي منتجات بأشكال وألوان متنوعة بتناسب كل الأذواق، وكمان بقت الشركات الصينية بتستخدم تكنولوجيا متقدمة في تصنيع منتجاتها، وده بيديها ميزة إضافية في السوق. رابع حاجة وهي التوافر وقطع الغيار. لو عندك منتج صيني وحصل فيه مشكلة تقدر تلاقي قطع الغيار بسهولة. الأسواق مليانة بقطع الغيار بتاعة الأدوات الصينية، وده بيخلي عملية الصيانة والإصلاح أسهل وأرخص. مش بس كده، الصين كمان بقت بتهتم بعملية الاستدامة والبيئة. في الفترة الأخيرة شفنا توجه كبير ناحية تصنيع منتجات صديقة للبيئة، وده بيكون من خلال استخدام مواد معاد تدويرها أو مواد طبيعية أقل ضررا على البيئة. بكل المقاييس الأدوات الصينية بقت خيار ممتاز لكتير من الناس حول العالم بفضل الجودة والسعر والتنوع والابتكار. الصين قدرت تحجز لنفسها مكانة قوية في كل بيت، ومهما كان احتياجك هتلاقي دايما منتج صيني بيناسبك ويحقق توقعاتك. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي أتمنى أن انت تدعميني بلايك وشير وسبسكرايب للقناة، وتشاركي الفيديو مع أصحابك وقرايبك. ودلوقتي هشارككم مع مجموعة من الأدوات الصينية المميزة جدا، يلا بينا. ودي مساحة للأرضيات. المساحة دي بتتميز ان هي بتلف 360 درجة، وتقدر ان انت تحطي فيها سائل تنظيف الأرضيات بتاعك، وكمان ممكن ان انت تستخدميها في تنظيف الحوائط او الأرضيات او الزجاج على حسب استخدامك. ودي صابونة متعددة الأدوار بتتكون من 4 خانات، تقدر ان انت تنظمي عليها كل الصابون اللي انت بتستخدميه. ومعانا الماسك ده. الماسك ده شكله مختلف شوية وجديد، تقدر ان انت تشيلي بيه المكرونة او البيض او اي حاجة. ومعانا قطعة الخضروات الاستانلس. القطعة دي ليها اشكال كتير متعددة، تقدر ان انت تقطعي بيها الخضار باشكال كتير او مختلفة. وده منظم للبقوليات بيحتوي على 6 خانات، تقدر ان انت تنظمي فيه البقوليات بتاعتك بكل سهولة. من مميزاته طبعا ان هو بيكون دوار وليه درج زي ما انتوا شايفين كده، بننزل فيه الكمية اللي احنا محتاجينها. ومعانا الحامل ده، وهو حامل من السيليكون، تقدر ان انت تعلقيه بمنتهى السهولة على السيراميك بأي شكل وفي اي مكان. ده طبعا هيسهل عليكي جدا ان انت تقدري تحطي الدوش بتاعك بأي مكان بمنتهى السهولة. وده منظم للتوابل بيتكون من 4 خانات، كل خانة فيهم المعلقة، بيسهل جدا اثناء الطبخ. معانا كمان الباسكت دي. الباسكت دي تقدر ان انت تعلقيها في التويلت تحطي فيها الملابس بتاعتك، وفي اي وقت تقدر ان انت تطويها، مش بتاخد اي مساحة خالص. ومعانا كمان المنتج ده، وهو عبارة عن مكيال وميزان في نفس الوقت، يعني تقدر ان انت بالمعلقة تاخدي الكمية اللي انت عاوزاها، وفي نفس الوقت تكوني عارفة حجمها قد ايه. وده منظم دوار. المنظم ده بيكون عملي جدا جدا في الصوصات او الزيوت بتاعتك، تقدر ان انت تحطيه جنبك على المطبخ، هيسهل عليك جدا ان انت تاخدي اي منتج منهم انت بتكوني محتاجاه على طول. ومعانا منظم الاحذية. المنظم ده بيكون عملي جدا، تقدري من خلاله ان انت تنظمي الجزامة بتاعتك، وكمان بتحطي كل شوز منهم على منظم منهم واحد. طبعا ده بيوفر لك مساحة كبيرة جدا جدا في الجزامة، وكمان بيكون الشكل منظم اكتر. ومعانا كمان القطاعة دي، قطاعة للبطيخ. القطاعة دي بتكون حلوة جدا، خامتها من الاستانلس زي ما انتوا شايفين، تقدري تقطعي البطيخ بشرايح بكل سهولة.
ومعانا كمان قطاعة الخضروات دي. القطاعة دي بتكون عملية جدا وبيكون جاي معاها اكتر من شكل وقطعة كمان تانية تقدر ان انت تتحكمي فيها في مسكتك لنوع الخضار عشان ما تجرحيش ايديكي. ومعانا كمان ده طقم توابل بيكون شكله حلو، كمان تقدر ان انت تستخدمي المعلقة اللي بتكون موجودة معاه عشان يسهل عليكي في الاستخدام. وده قالب ايس كريم من خامة السيليكون، القالب ده تقدري تعملي منه مثلجات باشكال كتير جدا، وكمان مش بياخد اي مساحة في التلاجة خالص. الحاجات دي الاطفال بيحبوها قوي، تقدري ان انت تعملي لهم بيها حاجات صحية كتير. ومعانا كمان الخلاط ده حجمه بيكون صغير زي ما انتوا شايفين، يعني بيناسب اكتر تقريبا العصاير اللي ممكن تعملي منها كوباية او اتنين بالكتير قوي. شكله بيكون ظريف وتقدري ان انت كمان تاخديه معاكي بسهولة لو مسافرة في اي مكان. وزي ما قلت لكم في اول الفيديو ان انا هشرح لكم ازاي تقدري تحصلي على المنتجات دي. المنتجات دي تقريبا كلها منتجات صينية بتكون موجودة على موقع زي موقع علي بابا او موقع علي اكسبريس او موقع امازون. لو البلد اللي انت عايشة فيها سهل ان انت تقدري تطلبي من موقع علي اكسبريس او علي بابا او امازون، والشحن بالنسبة لك بيكون سعره كويس، تقدري ان انت تخشي على خانة السيرش في المواقع دي وتكتبي اسم الاداة المنزلية اللي انت بتدوري عليها او اللي انت محتاجاها، وتقدري تشوفي البايع اللي انت حابة ان انت تشتري منه. طبعا هتلاقي ممكن اكتر من بايع لنفس المنتج، فالافضل ان انت تشوفي افضل بايع عليه تقييمات واراء للناس كويسة بحيث ان انت يوصلك منتج جودته حلوة. ولو كان بالنسبة لك صعب ان انت تقدري تطلبي من المواقع دي لاكتر من سبب، مثلا ان سعر الشحن غالي بالنسبة للبلد بتاعتك، او ان البلد بتاعتك بتفرض جمارك على الادوات اللي هتوصلك، فطبعا ممكن تكون اداة بسيطة بس انت محتاجاها، بس في الاخر تلاقي ان اجمالي السعر بتاعها مش متناسب معاها اطلاقا، مثلا بعد سعر الشحن او بعد سعر الجمارك، فممكن تلاقي سعرها سعر غير منطقي اصلا. ففي الحالة دي برشح لك ان انت تشوفي موقع مثلا زي موقع امازون، هل هو موجود في البلد بتاعتك ولا لا. موقع امازون من المواقع المحترمة جدا، لو هو موجود في البلد بتاعتك تقدري ان انت تدوري برضو على الاداة المنزلية اللي انت عاوزاها وتكتبي في السيرش اسم الاداة المنزلية، وتقدري انك تشوفي برضو الريفيوهات. دايما بحب ان انا اكد عليكم في الموضوع ده، ان انت تشوفي الاراء بتاعة العملاء اللي جربوا المنتج ده، لان مش دايما كل الحاجات اللي بتنزل في بعض البلاد بتكون نفس درجة الخامة اللي انت شايفاها في الفيديو. ممكن في الفيديو يكون بيستعملوا حاجات بخامات كويسة جدا، بس وقت ما تكون وصلت في البلد بتاعتك او المستورد اللي بيجيبها في بلدك يكون بيجيبها بدرجات اقل، فبالتالي تلاقي ان المنتج جودته مش حلوة، او لو مثلا استعملتيه هيتكسر بسرعة او هيبوظ على طول. فدايما بحب ان انا اكد عليكم دايما من موضوع الريفيوهات ده، ان انت دايما تتاكدي من البائع اللي انت بتشتري منه وريفيوهات العملاء اللي اشتروا منه، هل الحاجه بتاعه البائع ده كويسه والخامه بتاعتها كويسه والناس بتشكر فيها، ولا بيقولوا ان الخامه مش كويسه، عشان ما تضيعيش وقتك او تضيعي فلوسك على الفاضي. فهنا بقى عندك اوبشن ان انت تشتري من موقع امازون لو هو كان موجود في البلد بتاعتك، وطبعا موقع امازون من المواقع المحترمه اللي بتضمن حق العميل، يعني تقدري ان انت حتى لو المنتج وصل لك وما عجبكيش تقدري ان انت تعملي استرجاع والفلوس بترجع لك على نفس طريقه الدفع اللي انت دافعه بيها. وكمان احيانا لو المنتج مش قابل للاسترجاع اصلا ممكن يقول لك تقدري انك تحتفظي بالمنتج وبرضه بيردوا لك الفلوس بتاعتك. طيب لو فرضنا ان انت المنتج اللي انت بتدوري عليه مثلا مش لاقياه على موقع امازون، او مش حابه انك تتعاملي من خلال موقع امازون مثلا، فهنا بيكون في عندك اكتر من طريقه تانية برضو هشارككم بيها. اول حاجه عشان تبقوا فاهمين، لان في بعض الناس ممكن ما تكونش عارفه، الادوات الصينيه دي بيبقى فيه مستوردين من كل بلد هم اللي بيشتغلوا في الادوات دي، هم بيروحوا بنفسهم بيتعاقدوا مع المصانع بيشتروا الادوات المنزليه دي وبيستوردوها للبلد بتاعتهم، بس طبعا عشان هم بيجيبوا كميات كبيره جدا فبيقدروا ان هم يحصلوا عليها بسعر بيكون كويس، غير ما انت ما هتروحي تشتري قطعه واحده من المواقع الصينيه بتاعتهم. فطبعا هنا انت بتتكلفي شحن بيكون غالي جدا على القطعة الواحدة اللي انت بتشتريها، انما هم بيقدروا ان هم يدخلوا كميات كبيرة باسعار كويسة جدا، فبالتالي لما سعرها بيوصل لك جوه بلدك من خلال المستوردين بيكون السعر مناسب. المستوردين دول تلاقيهم فين؟ طبعا ده بيكون على حسب كل بلد، بس اكيد اغلب الناس بيكونوا عارفين اسم الاسواق اللي بيكون موجود فيها الادوات المنزلية. مثلا عندنا في مصر بيكون في اسواق زي سوق العتبة او ابو النمرس او النزهة الجديدة، خصوصا النزهة الجديدة. النزهة الجديدة من الاسواق اللي بيكون موجود فيها كل الادوات المنزلية اللي احنا بنشوفها.
بس عشان اكون صريحة ودقيقة معاكم، بصراحة مش دايما كل الادوات اللي بنشوفها بتكون بنفس الجودة، احيانا في مستورد ممكن يطلب منهم نفس المنتج بس بجودة اقل، فبالتالي لما انت تيجي تستخدمي المنتج تلاقي ان جودته مش كويسة او ان المنتج مش حلو. فدايما لو انت هتحبي ان انت تنزلي بنفسك تبصي على المنتجات دي، اكيد انت هتقدري انك تفضلي ايه الاحسن وايه الخامة الكويسة وايه الخامة اللي حاسة ان هي مش هتعيش معاكي. ولو مش هتقدري انك تنزلي بنفسك وتبصي على الادوات دي، تقدري ان انت تطلبيهم من خلال صفحات الفيسبوك او جروبات الفيسبوك او الانستجرام، بيكون في برضو تجار بياخدوا من المستوردين دول او بيستوردوا هما بنفسهم، وعاملين صفحات على الفيسبوك والانستجرام بيبيعوا من خلالهم الادوات المنزلية الحديثة دي، فتقدري برضو ان انت تشتري الطلب بتاعك وانت موجودة في البيت بتاعك، بيكون سعر الادوات من خلال التجار دول او الصفحات دي بيكون سعرها مناسب جدا عن برضو ان انت تحاولي انك تشتريها بنفسك وتدفعي عليها جمارك. وبرضو هرجع واكد عليكم، لو قررتي ان انت تشتري من خلال صفحات اونلاين او صفحات على الانستجرام، دايما اتأكدي من الريفيوهات بتاعة العملاء وان يكون ليهم ريفيوز كويسة وان يكون في ناس بتتعامل معهم حلو، واكدي عليهم بان انت هتفتحي الشحنة وتبصي عليها، لو المنتج عجبك هتاخديه، ما عجبكيش بتدفعي مصاريف الشحن وبس. ولو انت بتحبي مجال الادوات المنزلية وحابة ان انت تشتغلي فيه، انا قلتلك على الاماكن اللي موجودة في مصر، او تقدري انك تنفذي نفس الفكرة دي عندك في البلد اللي انت فيها، وممكن تجيبي الادوات دي بسعر الجملة وتبدأي ان انت تبيعي من الادوات دي وتعملي مثلا جروب او صفحة وتبيع منها للمعارف والاصدقاء والمتابعين القناة بتاعتي. اي حد محتاج اي منتج من اللي انا بعرضهم يقدر ان هو يكتب لي في الكومنتات المنتج كان في الدقيقة كام، وانا هحاول ان انا اساعده واوفر له اللينكات بتاعة شراء المنتج ده ان شاء الله. وبتمنى من متابعينا الكرام ان هم لو موجودين في اي بلد غير مصر ان هم يشاركونا ويكتبوا لنا اسم الاسواق بتاعة الادوات المنزلية في البلد بتاعتهم، يكتبوا مثلا انا من بلد كذا واسم الاسواق اللي عندنا كذا، بحيث ان هم يقدروا يفيدوا متابعين قناة منزلي اللي موجودين معاهم في نفس البلد، فيقدروا هم كمان ان هم يروحوا بنفسهم يشوفوا الاماكن اللي بتقدم الادوات المنزلية الجديدة دي. لو عجبك الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تشجعيني وتشجعي القناة بان انت تدوسي على زر الاعجاب للفيديو لو الفيديو بتاعي عجبك، واتمنى لو كنت لسه مشتركتيش في القناة تشتركي وتدوسي على زر الاشتراك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. احنا بننزل دايما فيديوهات يومية عن الادوات المنزلية الحديثة. اتمنى لكم ان شاء الله يوم سعيد، واشوفكم باذن الله على خير، مع الف سلامه.